الإصابات القاتلة أو الإصابات الجسيمة اللي حضرتك تعاملت معاها، وإزاي كانت روح الجنود المصريين المصابين، وإزاي بانت عبقرية يعني وحماسة وإثارة الجندي المصري؟ يعني بتحضرني لقطتين. لقطة لجندي جه بيعرج، فقلت له طيب هنعمل لك جبيرة وحنزلك القاهرة. كانت إصابة بشظية ولا إصابة؟ لا دانا خبطت. يا دانا. دانا. فقلت له طيب هنعمل لك جبيرة وأول عربية إسعاف هتنزل القاهرة هنزلك فيها. قال لي لا. قلت له لا إيه؟ قال لي هروح لزملاتي. بالتعبير ده هروح لزملاتي. قلت له زملاتك فين؟ قال لي على بعد 10 كيلو من خط القناة. قلت له طب هتروح إزاي؟ يقول لي اروح، ما هو الطريق ده بتاع. يا ابني انت مصاب ما تقدرش تمشي والموضوع. فخدتها بطريقه يعني، فبص لي كده قال لي انا هروح لزملاتي يعني هروح قلت له طب بس استنى، تعالى فلان اعمل له كبيره كذا وبتاع. ورحت عنبر، ما انا مش هحكي معاه. رحت عنبر تاني، ما فيش 3 دقايق لقيت العسكري بيجري ورايا بيقول لي الحق العسكري اللي عملت له الكبيره. خرج وجري في خدها جري لغايه الطريق الاسفلتي. فانا طلعت ببص لقيته على الطريق الاسفلتي بيجري، يعني قاعد بيعرج بيجري بيعرج. يعني مش بيجري يعني 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 مهدد للبتر يعني. القصه دي عبرت عنها في كتاباتك الادبيه، اشرت في لها القصه. اشرت لها لانه يعني اللي يشدني دايما كل ما افتكرها كلمه زملاتي. ايوه يعني الدنيا كلها عنده انه ما يسيبش زملاته اللي عجبها او في غرب القناه.